إعلام المؤتمر يزداد قوة بعد انتفاضة الثاني من ديسمبر، والتعليم الجامعي في عهد الزعيم يمثل أساسا للتنمية المستدامة. الميليشيات تحول منازل المواطنين إلى خنادق وتكنات وتتمترس في الأحياء داخل مدينة الحديدة. القوات الحكومية تسيطر على تبة ثعيل في الضالع وتواصل تقدمها بمديرية رازح في صعدة. الثامنة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. حضور فاعل لأبناء الشعب اليمني في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي شهدته مدينة الخوخة أظهر مدى الوفاء للزعيم علي عبد الله صالح الذي دفع حياته ثمنا لحماية الثورة ومكتسباتها ودفاعا عن الحرية التي دفع الآباء في سبيلها الأرواح والمهج، ومعه رفيقه الأمين عارف الزوكة وكل الشرفاء التي مثلت أرواحهم شعلة الانتفاضة الثاني من ديسمبر ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية التي عبثت بمقدرات البلد ومارست الإقصاء في حق من يخالفها أو يعارض مشروعها الطائفي ونهجها العنصري. جماهير شعبنا انتفضوا لثورتكم. وانتفضوا لوحدتكم. رغم محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية لجم وسائل إعلام المؤتمر بالترهيب وكافة الوسائل القمعية الممكنة، إلا أن تأثيره ما زال حاضرا وبقوة، ويكشف زيف وأكاذيب ميليشيات الحوثي الكهنوتية. في عالم لا يؤمن إلا بالصورة، نقلت قناة اليمن اليوم بيانا للمؤتمر الشعبي العام في الثاني من ديسمبر 2017، دعا من خلاله القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانصياع لتوجيهات قيادة الميليشيات بعد الممارسات الاستبدادية التي انتهجتها في الوطن، قبل أن يطل الزعيم علي عبد الله صالح على الشعب بخطاب تاريخي أعلن من خلاله صراحة الانتفاضة من أجل الثورة والجمهورية ضد الإماميين الجدد. يا جماهير شعبنا انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم، من المهرة حتى أبيدي ومن باب المندب حتى طعطة، حافظوا على أمنكم وعلى استقرانكم. أما نحن لقد مر علينا الزمن، أدينا واجبنا خلال 33 عام، لا نبحث عن سلطة، السلطة ملك للشعب هو مصدرها ومالكها. دعوة لاقت أصداء واسعة وساهم في زخمها الشعبي مواكبة وسائل الإعلام لتلك الانتفاضة، فقد تم في غضون الساعات الأولى تطهير الكثير من مديريات العاصمة صنعاء من عناصر البغي الحوثي، وكذا بعض مراكز محافظات حجة والمحويت ودمار، ما كان وقتها نصرا أزرته الجماهير الوفية تحول في غضون ساعات إلى لحظات من الشك والترقب، والسبب إسقاط تردد قناة اليمن اليوم التي كان لها نصيب الأسد في كشف زيف دعاءات وتضليل الميليشيات ومحاولة منها إصابة الانتفاضة في مقتل باقتحامها لمبنى القناة بالأسلحة الثقيلة والسيطرة عليها، ناهيك عن اعتقال العشرات من منتسبيها. ولم يقف جرم ميليشيات الكهنوت عند هذا الحد، بل قامت باقتحام مقر صحيفة اليمن اليوم ووكالة خبر وحجب المواقع الإلكترونية التابعة للمؤتمر الشعبي العام والقرصنة عليها، محاولات إطفاء الوهج النضالي الذي خلقته وسائل الإعلام التابعة للمؤتمر وخصوصا قناة اليمن اليوم باءت بالفشل. فقد أكملت تلك الوسائل ما بدأته في انتفاضة الثاني من ديسمبر، ومثلت وصايا الزعيم العشر الموجهات الرئيسية لأدائها المهني من خلال تغطية الانتصارات التي سطرها أبطال المقاومة اليمنية والقوات
القوات الحكومية ضد دعاة الرجعية والخرافة والتضليل لتثبت هذه الوسائل أن المعركة من أجل الوطن والمواطن ما زالت قائمة والتغطية مستمرة. من قناة اليمن اليوم، حياكم الله إلى النشرة الإخبارية. وشهد التعليم الجامعي والبحث العلمي في عهد الرئيس علي عبد الله صالح نقلة نوعية كبيرة باعتباره إحدى الركائز التي ترتقي بالشعوب، وأسهمت مخرجاته في تحقيق التنمية المستدامة التي لامسها الشعب اليمني على مدى أكثر من 3 عقود. الشعب اليمني في عام 2004 وعيه تزايد عن ما كان عليه في عام 1962، عن ما كان عليه في عام 1970، عن ما كان عليه في عام 1980. شهد التعليم الجامعي في اليمن في عهد الرئيس علي عبد الله صالح نهضة كبيرة باعتباره اللبنة الأساسية لما بعد التعليم العام والنواة الأولى للتعليم العالي، حيث لم تكن عند توليه زمام الحكم في البلاد عام 1978 سوى جامعتين، وهما جامعة صنعاء وعدن وتحتوي على 8 كليات، ليتضاعف بعدها عدد الجامعات الحكومية إلى 11 جامعة وتتكون من 108 كليات عام 2011، وهي جامعة صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وذمار وصعدة وعمران وإب وحجة والبيضاء، و17 كلية مجتمع شملت مختلف محافظات الجمهورية. وأصدر الرئيس الصالح في يونيو 2008 قرارا جمهوريا بإنشاء 5 جامعات حكومية أخرى في محافظات لحج وأبين والضالع وحجة والبيضاء. اليوم عندنا أكثر من 8 جامعات حكومية وأكثر من جامعة أهلية. التعليم مش 10 أضعاف ولكن مئات الأضعاف. فيما بلغ عدد الجامعات الأهلية 12 جامعة وكليتين، ويشرف على التعليم الجامعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أنشئت عام 2001 لتلبية احتياجات التطوير الاجتماعي. وفي كل عام يتم إيفاد ما بين 300 إلى 400 طالب وطالبة إلى الخارج للتعليم بحثا عن تعليم ذي جودة عالية في مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى مراكز البحث العلمي. ويعد التعليم الجامعي هو المستقطب الأساسي لمخرجات التعليم الثانوي، ويتطلب 4 سنوات دراسية ما عدا الهندسة والطب، فإنه يتطلب من 5 إلى 6 سنوات على التوالي. نخرج من هذا الصرح العلمي علماء، ونرحب بثقافتكم، ونرحب بآرائكم، ونرحب بطموحاتكم لبناء هذا الوطن، لأنكم أمل هذه الأمة. ويعتبر خريجو الجامعات من المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي، الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية في البلاد. بثبات الأبطال يرابط رجال المقاومة اليمنية والقوات الحكومية في مختلف الجبهات لكسر محاولات الميليشيات المتكررة إحداث خرق هنا وهناك من خلال تسلل عناصرها ومحاولاتها البائسة التحصن بالمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية لها وتحويل منازلهم إلى سكنات عسكرية والتمترس داخل الأحياء السكنية ومواصلة انتهاكاتها وجرائمها، إلا أن الأبطال عقدوا العزم على دحر الميليشيات الكهنوتية وإنهاء مشروعهم العنصري البغيض واستعادة كامل المناطق اليمنية التي سيطرت عليها الميليشيات بقوة السلاح. استمرار الانتهاكاتها الإنسانية وتدميرها للبنى التحتية أقدمت ميليشيات الحوثي على تحويل المدن إلى معسكرات وتتخذ من المواطنين دروعا بشرية لها،
حيث قامت بتحويل منازل المواطنين في الحديدة إلى سكنات عسكرية، وحفرت فيها الخنادق للتنقل من مكان إلى آخر، وقامت بتشريد العائلات منها إلى مناطق نائية مستخدمة تلك المنازل مواقع عسكرية تستهدف منها الأحياء السكنية والمساجد في المناطق الأخرى. ميليشيات الحوثي تحول منازل المواطنين إلى سكنات عسكرية في الساحل الغربي. يتحدثون عن مكارم الأخلاق، وها هي مكارم أخلاقهم. هذه أثاث المنزل ما تبقى منه، وهذا هو ما تبقى من أثاث ميليشيات الحوثي. هذا منزل المواطن، منزل البسطاء. وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية حفر الخنادق وعمل السواتر الترابية في الأحياء العامة والشوارع بالمناطق السكنية في الحديدة، وتحويل المباني إلى سكنات عسكرية، وتمعن في ممارسة جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الحديدة. كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مركز سيتي ماكس التجاري بالمدفعية وبشكل مكثف، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بما فيه من بضائع تجارية كانت تغطي احتياجات السوق المحلية في المدينة. من ضمن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة هو تدمير مبنى سيتي ماكس التجاري هذا وإحراقه ونهبه بالكامل، وهناك عدة جرائم أخرى تنتهكها الميليشيات وتستمر في الانتهاك.
في إب رفض أكثر من 600 من أفراد ومنتسبي القوات الخاصة الأمن المركزي سابقا القتال في صفوف الميليشيات. مصدر محلي أكد أن منتسبي القوات الخاصة في إب رفضوا المشاركة مع الميليشيات في جبهة دمت والرضمة لتنقلهم قيادات الميليشيات إلى صنعاء. أشارت المصادر إلى أن محمد داعس والملقب بأبو كاظم أحد أبناء صعدة والمعين من قبل الميليشيات قائدا للأمن المركزي في إب وجه باعتقال الجنود الرافضين واقتيادهم إلى صنعاء. لذلك اشتدت المعارك على الحوثيين في جبهة دمت ووقوع العشرات من عناصر الميليشيات في قبضة رجال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية. لذلك تواصل القوات الحكومية التقدم في جبهة دمت بمحافظة الضالع ملحقة الخسائر الجسيمة بميليشيات الظلام الحوثية. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية سيطرت على تبة ثعيل بمساندة قوات الحزام الأمني بالضالع والمقاومة من أبناء مريس ودمت وجبن، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العدد والعتاد. وكانت جبهات دمت شهدت قصفا متبادلا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين أفراد القوات الحكومية من جهة وميليشيات الحوثي الإرهابية من جهة أخرى في المحور الشرقي، كما شهدت أطراف الحقب اشتباكات متواصلة واشتدت خلال الساعات الماضية. يشار إلى أنه وقع خلال اليومين الماضيين 5 أسرى حوثيون بيد القوات الحكومية وسقط عدد كبير بين قتيل وجريح، كما تم السيطرة على بعض المواقع المطلة على المعرش والأثلة في الجهة الغربية وبعض الأسلحة تركتها الميليشيات أثناء فرارها. في صعدة يواصل أبطال القوات الحكومية عملياتهم البطولية في إسكات نيران عناصر الميليشيات وتطهير السلسلة الجبلية في رازح استعدادا للدخول إلى مناطق جديدة تربط مديريتي شدا ورازح. ببسالة رجال وشجاعة الأبطال يمضي رجال القوات الحكومية في تطهير المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية بقوة السلاح في محافظة صعدة واحدة تلو أخرى، فيما الفرق الهندسية تواصل إبطال مفعول شبكات الألقام التي زرعتها الميليشيات في السهول والوديان وحتى المناطق السكنية. في رازح محافظة صعدة استعاد أبطال القوات الحكومية مناطق جديدة ومواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وسيطروا ناريا على وادي البرزح في طريق استكمال تأمين كامل المحافظة وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل سيطرة الميليشيات. ويستعيد أبطال القوات الحكومية مسنودين بقطاع جوي للدخول لمناطق استراتيجية في مناطق قبيلة بني معين وجبل قيس وجبل حرم والمرزح وما تبقى من سهول وجبال الأزهور لتطهير جيوب الميليشيات وتأمين المنطقة بالكامل. ويهدف رجال القوات الحكومية من وراء تأمين هذه السلاسل الجبلية والوديان لتأمين المنطقة وصولا إلى تأمين السلسلة الجبلية الرابطة بين مديرية شذا ورازح بطريق التأمين وتحرير كامل محافظة صعدة. زملت الأمم المتحدة مشاورات ستوكهولم بين الوفد الحكومي ووفد صنعاء بأسبوع واحد فقط من يوم انعقادها، وهناك توقعات بعدم جلوس أطراف المشاورات على طاولة واحدة، وهناك آمال أممية للقاء الأطراف مجددا في يناير من العام المقبل. كادت مشاورة السويد أن تفشل قبل أن تبدأ، هو العلة كلها في زيادة عددية لوفد صنعاء الذي تجاوز العدد المطلوب 5 أفراد. المهم هنا ليست الزيادة أو النقصان، ولكن مدى هشاشة إيمان المتشاورين بالحل السياسي كمخرج للحرب التي دارت رحاها لقرابة 4 سنوات. نتائج الجلسة الأولى للمشاورات كان لها عدد من الإنجازات في قائمة صرح بها مصدر مسؤول في الأمم المتحدة يطول شرحها والتطرق إليها، لكن أهم ما ذكر كإنجاز هو توقيع وفد صنعاء والوفد الحكومي على وثيقة تبادل الأسرى، والتي تشير بيانات بأن الطرفين يتحفظون على 1500 أسير.
كما أن إجراءات الثقة تعني أيضا النظر للقضية الثانية والتي تتمثل في الإجراءات الاقتصادية القاضية بصرف رواتب موظفي الدولة وتفعيل المؤسسات المالية والنأي بها عن الصراعات في إشارة واضحة إلى تحييد البنك المركزي. لكن القضية الثالثة من إجراءات الثقة تبدو شائكة كما يراها البعض، والتي تتمثل في فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة الذي انضم مؤخرا إلى قائمة مطالبات الحوثي بعد عملية التحرير التي قامت بها المقاومة اليمنية في الساحل الغربي. وهنا محط خلاف كبير، يرى الوفد الحكومي أن لا تراجع عن تسليم ميليشيات الحوثي للحديدة والميناء كإجراء ثقة وأحد خطوات الحل. وفي المقابل يقف الحوثي موقف المتعنت الرافض لتسليم الحديدة ومينائها، ويبدو هذا جليا في استمرار خروقات الهدنة الإنسانية الدولية في الحديدة. الأمم المتحدة من جانبها أعلنت أنها على استعداد للعب دور فيما يخص الميناء إذا وافقت الأطراف على ذلك، ولكن واقع الأحداث يقول بأن رؤى الجميع ما تزال غير متسقة، وأن معركة الحديدة التي قامت لغرض إنساني ستحاول الأمم المتحدة إيقافها لذات الغرض. ستوكهولم محطة سياسية هي الرابعة في منعطفة رحلة البحث الدولية عن الحل السياسي للقضية اليمنية، محطة رابعة يقابلها 4 سنوات من الحرب والدمار. ليست مفاوضات كما يذهب البعض، لكنها عبارة عن مشاورات مرتكزة على ملفات إنسانية بحتة وإجراءات ما تسمى بالثقة، وتطبيقها يعد ضمانا حقيقيا من قبل الأطراف للدخول في المفاوضات. والتكهنات تنبئ بأن واقع عقد مفاوضات ما يزال في خانة العدمية، لكن مياه السياسة الراكدة يراها محللون بأنها بدأت في الحركة، والرهان هنا على عقلية الأطراف وإيمانهم بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم. محمد الصار، اليمن اليوم. وبالرغم من انعقاد مشاورات السلام في العاصمة السويدية، إلا أن ميليشيات الحوثي غير آبهة بالسلام، حيث تواصل ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين وتكتظ سجونها بآلاف الأبرياء، وهو ما يؤكد بعد هذه الجماعة كليا عن السلام. انطلقت في العاصمة السويدية ستوكهولم جولة جديدة من المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة وسط تعنت متواصل من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. مشاورات السويد جاءت بعد أن أفشل الحوثيون سابقتها في جنيف بسبتمبر الماضي مع تشبثهم بتعطيل أي مسار للعملية السياسية تنفيذا لسياستهم الدموية. وفقا للواقع، فإن جماعة الحوثي الإجرامية لا تؤمن بالسلام، بل وتتخذ منه مأربا لتفر من هزائمها وتواصل عدوانها على الشعب اليمني. ففي الوقت الذي يدفع العالم اليمنيين للسلام ويقدم الدعم اللازم لذلك، إلا أن الحوثي وعصابته لا يرون فيه إلا محطة للتمادي والاستعداد للعدوان على اليمنيين. وبالتزامن مع مشاورات السويد، تواصل ميليشيات الحوثي انتهاكاتها ضد الشعب اليمني وتسابق الزمن في تفخيخ المباني والحدائق والطرقات في الأحياء الخاضعة لسيطرتها بمدينة الحديدة. فالمهم لدى هذه الجماعة الظلامية هو إهلاك الحرث والنسل في اليمن، ذلك أنها تعمل بسياسة ممنهجة للانتقام من اليمنيين. وما قصة الأسرى ببعيد، فقد عملت الميليشيات على احتجاز أكبر عدد من المختطفين والناشطين والسياسيين وزجت بهم في معتقلاتها مع التعذيب لكل ما هو يمني، أما ما دونهم فتسارع إلى إطلاقهم. هذه هي الحوثية، وما السلام إلا استراحة زمنية لها ثم تعود للإجرام والإرهاب. من المبنى قامت ميليشيات الإجرام الحوثية بتفخيخ الركن الرابع أو الركن الثالث. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. أسعار صرف الريال اليمني تتأرجح في ظل وجود مضاربة غير طبيعية بها. الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح.
الأمين الأمين عارف عوض الزوكا وكل الشهداء الثاني من ديسمبر 2017 واجهوا الموت ليحيى الشعب. محافظ البنك المركزي اليمني يؤكد وجود مضاربة غير طبيعية في أسعار الصرف ويتوعد بالتعامل الصارم مع المتلاعبين بالعملة الوطنية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة والبداية بالشأن المحلي، حيث أكد محافظ البنك المركزي محمد زمام وجود مضاربة غير طبيعية في أسعار الصرف واعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون، وأهاب بجميع ملاك محال الصرف الالتزام بالسعر الرسمي الذي أصدره البنك المركزي مؤخرا والمحدد ب 440 ريالا مقابل الدولار الواحد و 120 ريالا مقابل الريال السعودي. وشهدت أسعار صرف الريال صعودا ملحوظا أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة خلال اليومين الماضيين، ليتراوح سعر صرف الدولار بين 505 ريالات و 515 ريال، فيما تراوح الريال السعودي بين 133 و 137 ريال. حذر خبراء اقتصاديون من سماسرة العملات الذين يعملون خارج إطار الدائرة المصرفية والذين يتلاعبون بالعملة الوطنية، وقال صرافون إن هؤلاء السماسرة يسيئون لمهنة الصرافة الملتزمين بقرارات البنك المركزي، مضيفين أن التعامل بالتسعيرة الجديدة للدولار أصبح العرض قليلا وأمام زيادة الطلب في شراء العملات، وطالبوا البنك المركزي برفض بالدولار بشكل متواصل بما يحقق توازنا في عملية العرض والطلب. يشكو المواطنون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات من بقايا أسعار أجور النقل والمواصلات مرتفعة بشكل كبير رغم التحسن الملحوظ في قيمة الريال أمام العملة الأجنبية وتراجع في أسعار المشتقات النفطية. وشكى مواطنون من أن أقل مشوار يقضون على متن باصات النقل وصل إلى 150 ريال، ناهيك عن أجور سيارات التاكسي التي تعد أسعارها باهظة وباتت بعيدة المنال عن أغلبية المواطنين وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن أسعار الغذاء العالمي انخفضت في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين بفعل ضعف أكبر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب. وبلغ مؤشر منظمة الأسعار الغذاء والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر أكثر من 160 نقطة في المتوسط الشهر الماضي. وقالت الفاو إن إنتاج الحبوب العالمية في 2018-2019 من المتوقع أن يبلغ 2.595 مليار مليون طن بانخفاض هامش عن التوقعات السابقة، وبما يقل بنسبة 2.4% عن الإنتاج القياسي المرتفع المسجل في العام الماضي. وأخيرا انخفضت أسعار نفط مدفوعة بقيام أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج مع انتظارها لدعم من روسيا وهي منتج ذو ثقل للخام، والتي أفادت تقارير بأنها لا تريد خفض إنتاجها بأكثر من 150 ألف برميل يوميا. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، ثم جرى تداولها عند 59 دولارا و49 سنتا للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا و98 سنتا للبرميل. وفي الملف الرياضي، ريال مدريد يبلغ دور 16 من كأس ملك إسبانيا والزمالك يحلق في صدارة الدوري المصري. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين.
إعلام المؤتمر يزداد قوة بعد انتفاضة ديسمبر، والتعليم الجامعي في عهد الزعيم مثل أساسا للتنمية المستدامة. الميليشيات تحول منازل المواطنين إلى خنادق وثكنات وتتمترس في الأحياء داخل مدينة الحديدة. قوات الحكومية تسيطر على تبة تعيل في الضالع وتواصل تقدمها بمديرية رازح في صعدة. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.